انيوسيو كيمكو كيميدا، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير، وحشوني جدا جدا. فيديو النهارده عن اول يوم ليا في رمضان. انا عارفه ان الفيديو ده اتاخر جدا عليكم، ولكن للاسف ما كنتش عارفه اعمل مونتاج عشان جميله، ولكن حاولت ان انا اعمل مونتاج باسرع وقت ممكن. هشارككم معايا عملت ايه في اول يوم رمضان، وهنشوف كل حاجه مع بعض. فيا رب فيديو النهارده يعجبكم. اول حاجه، حبيت ان رمضان السنه دي يكون مختلف. في العاده احنا عندنا في بورسعيد بناكل اول يوم رمضان بط وامامه، اللي هو جلاش بالكبد والقوانص او اللحمه المفرومه وبسله وملوخيه، ولكن ريان طلب مني مخصوص محشي لانه بيحبه جدا جدا، فعشان كده قررت ان انا اعمل اول يوم رمضان محشي اول مره، بتنجان وفلفلة وكرومبي كمان. بالنسبة لريان وبعض الكوريين، معظم الكوريين مش كلهم، ما بيحبوش الخضرة بتاعت المحشي اللي هي الشبت البقدونس، الحاجات دي خضرة. فعشان كده لما بسافر مصر دايما او اي دولة عربية بجيب الخضرة دي ناشفة كتوابل علشان تدي النكهة، وفي نفس الوقت ما تبقاش نكهتها قوية جدا وريان يقدر ياكلها بسهولة. فلما جربت الخضروات المجففة ديت، هي شكلها شبه البهارات كده، بتبقى مكتلة، فانا بفكها من بعضها، عجبت ريان جدا جدا. طبعا انا حضرت الصلصة بتاعت المحشي من بالليل علشان ما تاخدش مني وقت، لاني بخلي بالي من جميلة طول اليوم، فسهلت عليا المحشي جامد جدا جدا. انا مسبكة الصلصة بتاعت المحشي من بالليل، حطيت بس الخضروات المجففة على الرز والصلصة على الرز وقلبتهم ني في ني. دلوقتي هحضر البتنجان والفلفلة. اول مرة ريان ياكل بتنجان وفلفلة محشي، انا كان نفسي فيهم بصراحة، فكنت عايزة اكل بتنجان لان انا بحب البتنجان اكتر من الفلفلة، فعشان كده عملت فلفلتين بس والباقي كله بتنجان، لان ريان كمان بيحب البتنجان قوي قوي. وهطلع الكرومب اللي انا كنت مخزناه، انا بجيب كمية من الكرومب وبخزنها، تقعد معايا طول السنة، بتساعدني ان انا اعمل المحشي بسهولة، وفي نفس الوقت بتختصر عليا الوقت جدا. وحبيت ان انا اعمل المرة دي لاول مرة المحشي بشوربة البط. كان عندي شوربة في الفريزر فطلعتها وسخنتها، وهبتدي ان انا اشرب بيها المحشي. طبعا وانا بعمل المحشي لازم جميلة تكون قدامي علشان تبقى مطمنة وابقى شايفاها وهي بتلعب قدامي. والحمد لله الحمد لله اليوم دوت جميلة، كان ربنا هديها وكانت شوية ساكتة، ولكن كانت بتعيط شوية وبتضحك شوية، بلعبها شوية. يعني المحشي اخد مني وقت اطول من الوقت العادي اللي عامله وجود جميلة، لكن الحمد لله الحمد لله قدرت ان انا اخلصه كله. اول حاجة هحشي البتنجان والفلفلة، وبعد كده هنقلهم على البوتاجاز لحد ما اخلص الكرومب. بالنسبة لي انا بعمل محشي الكرومب صوابع كبيرة شوية، في ناس بتحب صوابع صغيرة، في ناس بتحب صوابع كبيرة، فكل واحد وطريقته. انا بالنسبة لي بصراحة بحب الصوابع الكبيرة، انا وريان بحس ان هي ملكة نفسها كده، فكل واحد ليه طريقة في الاكل، فدي طريقتي اللي انا بحبها وريان بيحبها جدا. كمان انا بطبخ الاكل المصري اللي يناسب ذوق ريان، علشان في بعض الاكلات بتبقى فيها توابل قوية جدا جدا ريان ما بيقدرش ياكلها، زي الحبهان المستكة الحاجات دي، فانا بحاول ان انا اعمل اكل مصري يناسب الذوق الكوري شوية او ذوق زوجي انا، لان حابه ان هو ياكل من اكل بلدي وهو مستمتع، مش مجرد ان هو اكل مره وخلاص، لا انا مش عايزه اجرب تاني. عشان كده دايما بيطلب مني المحشي باستمرار. الحقيقه انا اول مره كنت اعمل المحشي بشوربه البط، كنت دايما بعمله يا بشوربه الفراخ يا بشوربه اللحمه، وطلع جميل جدا جدا جدا. بعد ما سقيت المحشي هسيبه على النار يستوي براحته، وهبتدي اشوف مهامي المنزلية. اول حاجة جميلة كانت بتعيط جامد جدا، فحاولت ان انا انيمها القيلولة بتاعتها، ولكن طبعا ما نامتش بسهولة، انتوا عارفين نوم الاطفال بيبقى بصعوبة شوية، لكن الحمد لله نامت. طبعا ميمي كان معتكف في الاوضه فصوته ممكن يصحيها، انا دايما باخده واخرج واقفل عليها الباب واشغل الكاميرا وادي القطط اكلها. طبعا وجبات القطط بتكون مقسمه كذا وجبه في اليوم، فدايما بديهم الاكل في الوقت المحدد ليهم،
وهبتدي اشوف مهامي المنزلية اليومية اللي انا بعملها لحد ما جميلة تصحى من النوم. وطبعا طول ما انا بعمل مهامي المنزلية وجميلة نايمة دايما بشغل كاميرا المراقبة علشان تبقى قدامي طول الوقت، عشان لو عيطت او في حاجة اقدر الحقها على طول. بالنسبة لي انا عاملة الصالة مكان مخصص لجميلة تلعب فيه علشان ما تتعورش لا قدر الله، او لو ما تقع ولا حاجة ما تتخبطش جامد، فده يعتبر مكانها المخصص اللي هي بتقعد فيه طول اليوم وانا بقعد معاها فيه بتلعب فيه براحتها، وبيكون امان لما انا بتحرك ان انا عارفة ان هي في مكان محدد وفي امان. جميل، الحلو الجميل، لمدان كريم، لمدان مبالغ. وبعد ما تاخد القيلولة بتاعتها غيرت هدومي بس علشان ريحة المحشي وكده، هبتدي ان انا العب معاها واديها الوقت بتاعها. الوقت اللي انا بقضيه في اللعب مع جميلة بيكون مهم جدا جدا بالنسبة لها وبالنسبة لي، عشان بحفز قدرة الاستيعاب بتاعها وان هي بدأت تكتشف العالم من حواليها. فلازم على قد ما تقدروا تقضي وقت مع الاطفال، يعني على حسب ما تقدروا، لان ما اقدرش ان انا اقول مثلا من وقت الساعة كذا للساعة كذا او من كذا ساعة في اليوم، لان كل واحد ليه ظروفه وحياته. لكن انا بالنسبة لي بحاول ان انا اقضي وقت على قد ما اقدر اول ما بخلص المهام، وطبعا نص المهام بحاول ان انا اقضي وقت كبير مع جميلة علشان احفزها وابتدي ان انا اديها نشاطات جديدة واشوف نسبة استيعابها واكتشافها والتطورات الجديدة اللي. وطبعا اكيد مش هنسى ميمي ان انا العب معاه، لان لازم برضو يبقى ليه وقت. وقت ما بلعب مع جميلة هو بيلعب معانا شوية، بيلعب معايا انا مش مع جميلة لانه لسه مش متعود عليها. بعد كده بسيب جميلة وابتدي ان انا اكمل بقية المهام اليومية، وطبعا هي قدام عيني بعقم البيبرونات بتاعتها، الغسيل، بقية المهام اليومية اللي المفروض اعملها. مش بقدر اعمل اي صوت وهي نايمة علشان ما تصحاش من النوم، فبنتظر لحد ما تصحى من النوم وتبتدي تلعب هي لوحدها شوية، ابتدي اخلص بقية مهام البيت. وطبعا كل شوية ببص عليها علشان اطمن ان هي كويسة وبخير. بالنسبة لكوريا ما عندناش حاجة اسمها نشر الغسيل، عندنا حاجة اسمها مجففة الملابس. بعد ما بنغسل الغسيل بنجفف فيها الملابس ونطبقها على طول، فدي بتساعد بصراحة كتير في لبس البيبي. دلوقتي قربنا على الفطار، قبل الفطار بساعتين تقريبا هبتدي ان انا اجهز الفراخ اللي هشويها في الفرن عندي، كنت برضو تبلتها من بالليل وشاركتكم طريقة تتبيلها في الفيديو اللي قبل كده للاستعدادات لرمضان، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وطبعا ما تنسوش تروحوا لقناة سارة، سارة صاحبتي مقيمة في اليابان وبتقدم يوميات عن اليابان والحياة في اليابان، ياريت تروحوا قناتها وتشوفوا بتقدم فيديوهات حلوة جدا جدا. شوفوا قضت اول يوم رمضان واستعدت لرمضان ازاي. بالنسبة لي مش بحط الفراخ على طول، لا بشيل الخلطة اللي هي بتبقى واقعة منها وبحطها جواها عشان تحتفظ بالنكهة لآخر لحظة، وهحطها في السيخ اللي هشويها فيه في الفرن. بعد كده بنقلها على الصينية وببتدي اجيب اللي هي خلطة السنان بس كبيرة شوية اللي هي بتاعت الشيش طاووق، وادخلها جوه الفراخ بالشكل ده. شايفين بتدخل بسهولة ازاي؟ يعني ده معناها ان هي اتشربت الخلطة كلها وبقى اللحم ناعم جدا. بحط الخلطة ديت بالطريقة ديت علشان وهي بتلف في الفرن ما تقعش ويبقى شكلها مش حلو، لا تفضل مشوية بشكل لطيف كده وتبقى شكلها حلو ومرتب وقت الشوا ووقت التقديم. وبعد كده بحط في الصينية اللي انا كنت حاطة عليها الفراخ مية مع الخلطة، وهسيبها في الفرن لمدة ساعة ونص بتتشوي. وطبعا بتابعوها باستمرار على درجة حرارة 250 الاول على 200، وبعد كده اخر ربع ساعة عشان تاخد وش على 250. انا سبتها معايا ما بين ساعة
ونص لساعة و50 دقيقة كده، وطلعت جميلة جدا. وبعد كده هحضر السلطة. ريان اجى الحمد لله من الشغل قبل الفطار بنص ساعة، مش بحط عليها ملح ولا اي توابل الا في الاخر خالص وقت التقديم عشان تفضل محتفظة بالفريش بتاعها، وان هي تبقى طازة طول الوقت لحد ما اقدمها قبل الفطار عشان نقدر نفطر براحتنا. هندي الجميلة الشاور بتاعها الجميل، وهجهزها علشان تنام. ولما المغرب بتدن بنبتدي ان احنا بس نفطر على السنة على تمر وحليب وننام جميلة، ونبتدي ان احنا نفطر. شيء أبطشوك تشي طبعا مهمة تنييم جميلة بتبقى متخصصة لريان، هو اللي بينيمها بالليل على ما انا ابتدي احضر الفطار، بيكون هو نيمها. بنبتدي نفطر فطار النهاردة مصري اصيل، محشي بتنجان وفلافلة وكرومب وفراخ مشوية وطبعا سلطة. احنا بالنسبة لنا انا وريان ما بحبش الشوربة بصراحة، فما بحبش اشربها. ريان كان بقاله كتير جدا جدا ما كانش محشي بسبب ان انا مشغولة مع جميلة ومشغولة في تربية جميلة، فكان بالنسبة له محشي بتنجان وفلافلة والمحشي الكرومب حاجة جديدة جدا عليه، مش المحشي الكرومب اللي جديد عليه، المحشي بتنجان والفلافلة. فكان مبهور بالاكل، كنا جعانين جدا جدا لاننا فطرنا بس على السنة على التمر والحليب لحد ما جميلة تنام، وبدأنا ناكل فطارنا براحتنا ونستمتع بالفطار. فيا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات عملتوا ايه اول يوم رمضان، علشان تشاركوا معايا ايه اللي انتوا عملتوه في اول يوم رمضان. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. وفي كده يكون فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعليق حلو، سبسكرايب لايك وشير، و انيا.